ما نكذبش عليك ما عنديش معلومات كبيره. بكري كانت الناس جاهله بالنيه، كان ربي يستجيب. ليله القدر والله لا نسيتها. السلام عليكم، مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، صحة فطوركم. ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا هو موضوعنا نهار اليوم. عليكم السلام. صحة فطورك أخي الكريم. صحة فطورك أخي الكريم. واش تعرف على ليلة القدر؟ ليلة القدر كما يعلمها العامة هي ليلة ليس كغير الليالي، ليلة قيمها الإسلام على أنها خير من ألف شهر. بارك الله فيك. هذه معروفة تسمى عن الإسلام، وتنحصر في العشر الأواخر، وتكون في الأيام فردية وليس زوجية. هي ليلة خير من ألف شهر، تنزل الملائكة، ربي ينزل السماء الأولى، لازم يكثروا الدعاء فيها، وبيان سور سيتو في الأواخر هذو الآخرين، وإن شاء الله ربي يتقبل الصيام ديالنا. ما نكذبش عليك ما عنديش معلومات كبيره، مو شغل كنت كاين عندي معلومات مي نسيت، لازم نزيد نعاود نركتي فيه كيما نقول. بس على بالي باللي هي ليله عظيمه، فربي نزل فيها القران، وليله خير من ألف شهر، ربي ذكرها هذه مكتوبه في القران، وربي ان شاء الله يتقبل الصيام ديالنا. ليله مباركه، العباده الصلاه. ليله القدر خير من ألف شهر، تنزل فيها القران على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، وهذه هي تجي في العشر الاواخر تاع الشهر الفاضل تاع رمضان، وما بيناش تما ماهيش محدده 21 حتى 29 في ايام الوتر. ليله القدر خير من 1000 شهر، مذكوره في القران الكريم، تنزل فيه الملائكه والروح فيه. الروح فيها باذن ربهم من كل امر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هي من شعائر الدين الإسلامي الحنيف، ورب العالمين جعل هذو الأواخر نتاع رمضان يكون هي ليلة القدر، تنجم تكون بين من 23 تاع شهر رمضان حتى نهاية رمضان. الإنسان يقوي القيام، يقوي القيام فيه، ويدعي ربي رب العالمين، رب العالمين يكون لك وجيبوا دعوة الداعي إذا دعاني. كيف تدعي ربي في هذه الأيام؟ ربي يسمع يستجيب. ودعوة شد تطلب، واحد ما تقول يا ربي واش فيه دي مات ربي يرحمه ويدخلوا الجنة، ودير القيام ودير النوافل حتى الفجر. تاع الفجر وصلي الفجر. يقول لك اللي يسهر في الليل ويصلي ويعبد ربي، من يقول لك كذا تخرج له في الليل تفتح له. تنجم، الجيل الجديد الوك عليه، اسمع عليه، سيبو يدخل المسجد وقلبو بالك يا واج، باجبر زوج فمية، زوج فمية تصيبهم صافيين بالك. أنت تشوف الدنيا شي ولات ما بكاتش شي. بكري كانت الناس جاهلة بالنية، كان ربي يستجيب، كانوا يطلعوا كيما يجيش الغيث، الشتا ما طيحش يطلعوا للجبانة. كيجي وهابطين رب العالمين يستجيب. بارك الله فيك يعطيك الصحة. والإنسان هذا هي قدر ليلة القدر، لازم يكوي من الدعوات الدعاوي ويدير القيام ديالو، وفي الفجر كيف كيف يصليه ويطلب رب العالمين، هذا ربي يشفي مريض يرحم موتانا، ورب العالمين ما فيه غير الخير إن شاء الله. إلى الذي نزل فيها القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الليلة مباركة عند المسلمين، من أدرك ليلة القدر وكأنما صام الدهر كلهم. ليلة القدر من أيام المباركة خاصة في شهر رمضان، ولهذا لا ينبغي علينا أن لا نستغل هذه الفرصة تاع ليلة القدر حتى كما يقول حتى لا نندم على هذا اليوم، وإن شاء الله ربي قدرنا أننا نقوم هذه الليلة.